تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية زوال أمس الخميس من توقيف شخصين وهما شرطي برتبة مفتش شرطة يعمل بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء وسيدة تبلغ من العمر 22 سنة وذلك للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية واستعماله. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه بحسب المعلومات الأولية للبحث فإنه يشتبه في إدلاء السيدة الموقوفة بعقد زواج مزور ضمن ملف الحصول على تأشيرة الولوج لإحدى الدول الأجنبية بدعوى أنها متزوجة من موظف الشرطة المشتبه فيها. وقد تم حسب البلاغ دعا الشرطي والسيدة المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رأينا إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية والتحقق من درجة تورط كل واحد منهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية فضلا عن تحديد وتوقيف كافة المتورطين المفترضين فيها.